سنة كالعادة لقيت هذايا مع الكوتشينج وانا ماذا بيه لو كانت عاملين كوتشينج كيفاش نحلوا عينينا بالقدا الصباح كيفاش نجموا نفيقوا واحنا نقصي النوم. تعرف قمت اليوم الصباح انا احكي لكم حكايه. قمت اليوم الصباح بالسيف قمت قعدت في الفرش 4 ساعة فاش نعمل حل في عيني تتامل 4 ساعة نعمل لك بسوية بعدين حل في عيني وهم حبوش يتحب اسمها تتامل سي ان بون سيني راهو ديجا سنة حكيت عليها قبل ما قالتش 4 ساعة سنة قالت دريج معني تقوم تاخذ وقتك انت زدت وحيد لها شوية بالعكس العمل تأمل ونويلنا معاه صحيح وعليش خاطر احنا نرقد وتعبين نقوموا ميتين بالتعب دونك لازم الواحد يرتاح شوية في الفرش صحيح هاي لا شحال عقدنا سنة عقدنا على مانيش باش نحكي لكم على كيفاش نقوموا الصباح ناشطين بليتو باش نحكي لكم كيفاش ننظموا حياتنا وبيان سور ان نقوموا في الصباح ناشطين جزء من تنظيم حياتنا اش تقصد معناتها مش منظمين لا مش بالضبط ماكش منظم اما يلزمك محتاج تروش هي تحكي وتغزر لك الحاجه ذي تهم الناس الكل والله النظام برشا فينا يحس انه حياته مش منظمه علاقاته مش منظمه خدمته مش منظمه وحياته كلها ماهيش منظمه وداخله بعضها ومن اول اسباب قله النظام هذه ولا الاحساس هذا هو اهمال النفس اي نعم يعني لفات انك انت ما تتلهيش بروحك تحس بروحك ماكش منظم اللي يحس بانه حياته مش منظمه راهو هيك نتاج الاهمال في ترتيب حياته هو عادي جدا تبدا انت مش لاقي في روحك كما فما غيرك لاقي في روحك في تونس عادي جدا واللي تبدا حياته مش منظمه ديما يهرب معناتها ما يخاف حتى شيء ديما يهرب ماذا بيه ما يخاف حتى شيء ويدخل بعضه معناها ينعزل يهرب فوالا الامر اللي هو فيه يولي فما انغلاق على روحه به مثلا وجهه نظر بيان سور اي انسان يبدا عايش من غير اهداف من غير حتى ساعات مبادئ اكيد حياته مش منظمه هذه البوان الاول بيان سور فما ثلاثه اسئله ما يسالهمش على روحه ما يسالهمش روحه بلوتو وما يخممش فيهم هما وين نحب نوصل شنو نحب نعمل وكيفاه نوصل للي نحب عليه بدل ما حياتك مش منظمه يعني انت ما سالتش روحك ثلاثه اسئله هذوما اول حاجه نبداو بها بيان سور في طريق تنظيم حياتنا هو ان نحدوا اول اسباب نتاع قله نظام حياتنا علاش حياتنا مش منظمه وشنو لازمنا ننظموا فيها اي بوي نجبدوا كل كالوندري اللي تحبها منال تابلو بون الكالوندري ساعه اوكي وبعد كده نتعداو للتابلو والليست بيان سور الكالوندري نبداوها قدامنا نختاروا اون سيمين في الشهر نتاعنا تو بلي هو مش منظم وعنده كالوندري لا هو مش منظم اما يحب يتنظم كيفاش يعمل باش يتنظم فوالا بالضبط تعجبني منال ندوروا اون سيمين بستيلو ونحدوا فيها اوقات الخدمه واوقات الراحه حددنا الاسبوع نتاعنا جمعه كامله راحه فوالا الجمعه هذيك لا مش جمعه كامله راحه نحدوا انا هما اوقات الراحه وانا هما اوقات الخدمه من الاثنين لحد راح حددنا الجمعه اللي باش نبداو نخدموا فيها باش اللي باش نخدموا عليها بلوتو باش ننظموا حياتنا باش نعملوا عليها التجربه الصغيره هذيا باش نحاولوا محاوله منا بيان سور ان ننظموا حياتنا بعدها بالضبط نحلوا الاجندا نقيدوا فيها ليست نتاع لي زكتيفيتي كوتيديان نتاعنا ويا حبه هذه تكون ليست نتاعنا الترا اورغانيزي يعني اورغانيزي على الاخر وبطبيعه منظمه حسب الاولويات مثلا نهار الاثنين الصباح باش نعمل كذا في القايله باش نعمل كذا وبالوقت لا لازمك خاطرك تكون سبيسيفيك اكثر قلنا ليست لازم تدخل 8:01 دقيقة مش نقوم لا 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 سي با سا سي با سا مال كيفاش قلنا احنا باش نحطوا فيها ليست نتاع لي زكتيفيتي ما نقوليش الوقت اللي باش نستغرقوا فيها فوالا سولون لي بريوريتي فوالا ننظموا فيها لي زكتيفيتي نتاعنا ونحاولوا بيان سور كل نهار لي زكتيفيتي اللي خممناهم معناها واللي نويناهم للنهار هذاك نحاولوا على الاقل نخدموا منهم 60% صعيب على الاخر ان نخدموا 100% من لي زكتيفيتي بريفو اللي احنا حاطينه نحقوا منه على الاقل 60% وائل عندك اعتراض وائل بربي حاجه بعد ما نعمله في حياتنا ما لا فوالا هذاك شنو نظم حياتك نجم حكيت كيما هكا كالندري وليستا وتابلو معناها حاجه كيما هكا نتصور نجم سكرتير معناها بتنظم مع الخدمه مع ليسونسيال اللي تقصد هذوما دي باز تعطيهم وقتهم في جامعه اوكي من بعد لي ريزولتا نتاع الجمعه هذيك هما اللي باش يخليوك حياتك الكل كي تقعد والسؤال يطرح نفسه تحب تنظم حياتك ولا جست امام فما زاد بصراحه فما مشاغل نتاع الدنيا فما خدمه فما اوقات اللي انت ما تنجمش تلقى فيهم وقت باش تعمل لي زكتيفيتي اما لو كان انت حكيت انه حياتك مش منظمه وقلقتك اسو بوان يعني انت باش تخلق الوقت باش تعمل ليستا مش بتكلف ما عندك حتى اكثر من درجه ولا درجين ظهر سيدي حاجه اخرى ديجا اذا كان هو ماهوش منظم دونك في خدمته ماهوش في عطي الغوندمون اللي لازموا يعملوا اذا كان مش تجي الحكايه في جمعه بركه باش يجي ينظم حياته ويعطي غوندمون ما خير في خدمته نتصور ماهيش حاجه هي تجربه وائل هي تجربه
وكان حب وكان حب وصل معناتها يعمل لي 60% اللي هو برمج له سي ديجا هو يحس روحه اللي هو بدا يتنظم وبدا يوصل اللي هو يحب عليه. هاني جيتك للبوان هذايا. بيان سور احنا لازمنا نطبقوا في اللي موجود في الليست نتاعنا، لازمنا نعتمدوا على استراتيجي اون تري بون استراتيجي زاده، يعني سورتو لازم تكون استراتيجي ذكيه وكل واحد شنو يساعده. فما مثلا شكون الليست هذيا اللي حطها يخير يبدا بالحاجات الكبار فيها ومن بعد يتحدى يتعدى للصغير والسهل، وفما شكون يبدا بالخفيف ومن بعد يتعدى للمهام الكبيره. احنا نحاولوا نكتبوا كل شيء، كل فكره جديده، كل اون بونسي نيجاتيف ولا بوزيتيف جاتنا في نهارنا ولا في جمعتنا هذيك تخطر على بالنا سورتو نهار بنهار، واي حاجه فرحتنا ولا حزنتنا هذوما كوليكيه دي بونسي نكتبوهم لين تتلم لنا الخدمه والريزلت نتاع جمعه كامله. تلقى روحك في الاخر ديجا عملت برشا حاجات ملي خططت لهم، باش تلقى روحك زاده برشا حاجات في الليستا فرحتك، برشا حاجات حزنتك، وبرشا حاجات باش تلقى روحك اون بلوس معناها دو تو سا باش تلقى روحك مقيد بلوزيغ بونسي، يعني عشت الجمعة متاعك كاملة وهكا تكون انت ما عشتش جمعتك على الهامش. هذه أهم حاجة. وينو النظام لهنا؟ باهي بشوي هذا الكوليكية، انت ما عشتش جمعتك على الهامش، عشت الجمعة متاعك بهدف. أول حاجة أنك بديت تنظم، أول حاجة أنك حطيت أهداف وبديت تحقق فيهم. وهذا في حد ذاته فعل النظام. بيان سور بشوي بشوي الجمعة تولي شهر وشهر يولي عام، والتجربه نتاع جمعه تولي بشويه بشويه تطبق على عام كامل وتولي حياتك تتنظم بشويه بشويه. هكا كل واحد يحس روحه انسان هي فعال. تجربه صغيره ولا هي تجربه صغيره على جمعه، كان نجحت معاك في جمعه يعني انت عندك الفولونتي انك تنظم حياتك الكل. اقسم بالله سنه كان ما تعقدناش في جمعه مش نتعقدوا في شهر، وكان ما تعقدناش في شهر في جره الكوتشينج مش نتعقدوا في عام. لا يا عماد بالحق سانسيرمون الكلام اللي تقول في سنه كان نوصلوا بالحق نسمعوا نصيحتها ونتبعوه. تو اشتر الشعب اشتر الشعب اشتر الشعب هذه سنة مش فاهمة اللي احنا توانسة لازمنا احنا نقول لك حاجة الكوتشينج تعمل في سنة توانسة بالحق مستحق التوره. بحاجة اخرى بربي سؤال معناها كاش تختار بلا اختانا بلا فضلك اختانا بلا كل شيء تحسوا بالحق شكون فينا يحس اللي حياته منظمة؟ اني مش منظمة باكزوم ما فما حتى واحد حياته منظمة كهو ملا بدي الحاجة دي مقلقة الناس الكل. اما حاليش ما ناخذوش الانيسياتيف كيبدأ عندك اربع صغار وتبدأ الشهرية ما تثبتش وتبدا انت يا ربي يعلم بحالك بلا باش تقعد تخمم فيها ليسا ما تحب كارتش في رتابل مشاغل التونسي اليوم لا ما نعيش على الهامش اما مشاغل التونسي اليوم عاد واحد عنده الوقت باش يقعد يعمل فيه ليستا وينظم في حياته تي والله منه يا وائل انت قلت لي ليستا ليستا ما تاخذ درجين مشاغل التونسي بازي على النظام معناها فهمت خدمه خدمه دار دار صغار صغار نظام صافي على الاخر سنة انت تو لونس ان ديفي في هذا ما يمنعش الكلام تدخل فيه راهو كي ولات فيها ديفي قال كلام شويه برا تدخل فيه تو لونس ان ديفي وائل وتختار انهار ولا تيماس ولا عماد وشكون وشكون باش ينظم حياته؟ انا ما عنديش مشكله معاها وشكون باش ينظم حياته اكثر من صاحبي؟ ولا باني نظم حياتي نظم حياتي على شرط جيت تعاوني انت في الليستا والتابلو ولا الكالندري هذه ما فهمتش كركر والحاجه اللي قالتها بالحق سنه مهمه اللي هي الفو بيان اناليزي لي شوز الفا اس معناتها واحد باش يوصل ويحل مشكله لازم يعرفها هي شنو هي وبعد كيف باش يوصل لها وهذيك هي تحقيق ذاتك تحقيق ذاتك الواحد حتى يوصل يحل حلو باش يحل المشاكل لا لا احنا باش نجيو بعض يعطيك الصحه يا تيموس يعطيك الصحه سنه بالحق نصائح طيبه ذي نصائح مهمه اللي عنده الوقت اللي فاضي شغل ينجم يعمل اللي كنت تقول فيه هذا كل معناتها وبعد يعطينا ريزلتا يشوفوا النتيجه باهيه ولا